كم يوم صار لإيدك هيك؟ هلا مبدئيا من الصبح بدك تعلي صوتك. صار لها شي 10 أيام تقريبا. 10 أيام. واليوم حصلت على تقرير، هلا جاي من المستشفى. مستشفى كمان الشويفه. مستشفى الشرفة. اوكي، هلا بنشوف التقرير اللي اعطاك اياه طبيب العظم، جراح العظم. جراح العظم وطبيب شرعي، دكتور طبيب شرعي حيدر. نعم. انه ايدي فيها التهاب بالمفصل، انه هذه اضرب من الكسر يعني. اضرب؟ لا. اوكي. لانه الكسر بيهدي يعني بصح بشهر مثلا، نقول التهاب المفصل كتير قوي على المفصل هون، بدها شي 4 جماع. 4 جماع هيدي مع اوبر مع شي، وبدها 4 جماع يعني شي شهرين تقريبا. اذا شو اللي صار معك؟ كنت عم بتصور بالام بي سي، سألت التاريخ والساعة. ب 15/11 يعني نهار سبت ببرنامج عرب ايدل. شو كنتوا فايتين تعملوا على عرب ايدل؟ انت بالام بي سي بتشتغل معه؟ انا بشتغل برنامج اي تي اسمه. نعم. مع المنتج؟ مع المنتج كاريزما. نعم، برنامج كاريزما. هو لكاريزما اخذينه الام بي سي، هو برنامج امريكي بالنسخة العربية. نعم. فأنا كل سبت بطلع لفوق. نعم. يعني كل سبت عنا بالتصوير مع فنانين وهيك وانترفيوهات. انت بتطلع ولا بتطلع مع الريبورتر؟ بطلع انا ومعي ريبورتر. انا علي صور يعني، معي ريبورتر هو بيسأل اسئلة. انا بعرف انه انت ما بتفهم بشي اسئلة. انه مش شغلتك. انه مش شغلتي. شغلتي يعني طلعت صورة. ايه مأمور من شركة اطلع صور يعني، منه شغلتي اسأل اسئلة. اوكي، شو اللي صار؟ قابلتوا 6 أحلام. قابلنا، قدم الريبورتر على البريك. خلال البريك نحن بنطلع على المسرح، بيسألوها أسئلة مثلا، أو الأسئلة حطتهم الشركة مش من عندهم يعني. مش الريبورتر، مش الريبورتر اللي بيطلع، الشركة بتبعت الأسئلة معه. نعم. بقلها ممكن ناخد من وقتك دقيقة. أول شيء بتقول تفضل. كنت عم تعمل ميك أب، حدا عم يعمل لها ميك أب. أحلام. بيسألها أول سؤال عن عطرة وهيك، إنه عطرك كيف، شو اسمه، وبتضلك معطرة وهي أشياء يعني، عم بيسأل فنان أشياء جمالية. فبتجاوبه، بقلها 6 أحلام حأسألك سؤال بعيد عن هذا الأمور. شو ردك على شذا حسون؟ على أن الصحافة عم بعودة الخلاف بينك وبين شذا حسون. أوكي. بتعمل بإيدها ستوب هيك على الكاميرا. أوكي. لأنا أنا عم صور. بتقله للريبورتر، بتقله غير السؤال. طلبت منك توقف التصوير؟ لا، هيك عملت ستوب، قالت له غير السؤال. بس ما طلبت منك، ما طلبت توقف التصوير. لو طلبت منك توقف التصوير كنت وقفت؟ أكيد، لأنه هي طلبت مني. أوكي. بغير السؤال، بيقول لها اليوم ملابسك وأنيختك وهيك، من وين، مين ملبسك، وهودي السؤالات اللي بينطرح. فهو انصاع لرغبتها وأوامرها. ايه، ما غيرنا السؤال. برافو، هذا حقها وهذا واجباتكم. اوكي. لحد هلأ رائع. فخلص الانترفيو، سألها عن أعمالك وشو عندك وهيك أشياء. خلص ونزل قبله. ليش نزل قبلك؟ انت بتدب الكاميرا. انا هي حاطه الكاميرا ومعي الصوت وهودي عم دب الاجهزه، بدك تلملمهم وتدبهم بالشنطه لتقدر تروح. اوكي. بعرفهم هول. ايه. بتعيط لي. هو كان نزل على المسرح، انا بعدني فوق. هي كانت وحده معك هون عم بتصور ولا جوزها كان؟ لا، ما في حدا. في نانسي حدا. وهوديك على البريك لان وائل وحسن الشافعي مش هونيك كانوا، وانا بيقوموا على البريك ورا المسرح شوي بيشربوا شيء او هيك بيرتاحوا. فبتجي بتعيط لي، بتقول لي لو سمحت هيك، هي بلطف. بقول لها تفضل 6 أحلام. انا بتقول لي انت بتحبها؟ انه انه فنانه بحبها يعني. وانا يعني انا استغربت لها يعني. انا عن ايام انا بشتغل روتانا كنت قبل، بعرف يعني. كنت تصور معه وتطلع بالطيارة مع جوزها. انا مصور ريبورتاج طيارة الخاصة وروح معه وتبع. كنت عاملك منيح. تعمل لي منيح. اوكي. وجوزة ايام الرالي هون بلبنان يجي نطلع نواكبه بيعرفك؟ بيعرفني انا
انه كنت صور روتانا. اوكي. فبتعيط لي بتقلي لو سمحت، بتقول لها تفضل ست احلام، بتقول لي بدي تحذف لي سؤال شذا حسون. ليه ما قالت له للريبورتر هيك ولا لانه كان راح؟ كان راح. قلت لها انا وبتمون عليك لانه بتعرفك اكثر. قلت لها على راسي هلا بقول له للريبورتر، انا هيك قلت لها، قلت لها على راسي وهذا لازم تقوله، هلا بقول له للريبورتر لانه مش انا بمنتج. فعملت حالي ونزلت من المسرح واقف شوي، فش بضع هيك شي دقيقه يمكن، بيجي جوزها. جوزها ما كان، ما كان على الحديث. يعني هيدا بيعني انه هي راحت قالت له لجوزها انه الحقهم جيب منهم الداتا يمكن او هيك شيء. داتا يعني التيب، داتا يعني الميموري كارد، لانه ما بقى في تيب. اوكي. بيجي جوزها بشنقلني هيك بيقول لي احكيني كلمتين على جنب. اوكي. بقول له تفضل شيخ. بلطف. انا بقول له شيخ، يعني شيخ مبارك، يعني كلهم بعيطوا له شيخ فوق. بقول له شيخ، انا قلت له ايه شيخ تفضل. قال احكيني كلمتين برا هيك. يعني وين برا؟ يعني برا استديو عم بيصور، عم خلص البريك، بلش تصوير نطلع لبرا على الصالون تبع الاستديو. عشان نوصل لبرا بحط ايده على الكاميرا وبلش ينط بالارض ويصرخ، بدي كسر لك الكاميرا، بدي كسرك انت والكاميرا، اعطيني الكاميرا لهون، بدي الميموري. هيك صار يصرخ، اعطيني اياهم، بدي انتو جايين تعملوا مشاكل. قلت له يا شيخ هيك، قلت له روق، شو فيه؟ هو عم يشد بالكاميرا وانا عم شد. شو بلاقي اربعه كمان معه، انا حامل الكاميرا هيك انه ف اربعه وهو خمسه عم يشدوا لي بالكاميرا، اشطون الكاميرا. قال لي بدي كسر لك الكاميرا. بدي قلت له يا شيخ انا ما خصني، انا اللي شيله عني. بقول له اول شيء، بقول له الداتا مش على الكاميرا، الداتا على الميكرو. بيتركوا الكاميرا كلهم بيروحوا على الميكرو، انه عرفت شو، انه في شوي غشيتهم لتحمي، غشيتهم لاحمي حالك انت، لتحمي الداتا، لانه هيدي واجباتك ومسؤوليتك تجاه شركتك. ولا شو بيصير فيك اذا يعني ممنوع سلم، حتى انا صحافي كأخلاق ممنوع يسلم، ممنوع حدا يمد ايده على كاميرته. يعني ان شاء الله هي الكاميرا مثل سلاح العنصر بالجيش الضابط، اذا حدا اخذ سلاحه اخذ شرفه. صح، هيدي ما حدا بيعرفها، هيدي من مناقبيات او اكيد. وكذا مره انا ذاكر وقت الجزائر، يعني